السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. لا تخلو صفحات الفيسبوك في هذه اللحظات من الحديث عن الأستاذ فارس إسماعيل، والذي ظهر في حصة تلفزيونية يبكي بحرقة بعدما فصل من عمله بشكل تعسفي، وحسب ما جاء على لسان هذا الأستاذ، حيث قال إنه قدم ساعة ذكية لتلميذته بمناسبة حصولها على أعلى نقطة، وبعدها بأيام طلبت منه حسابها على الفيسبوك لتتعرف به أكثر، ولكنه رفض لتقوم بعدها بشراء هاتف نقال. وقالت لوالدها أن الأستاذ يقوم بمعاكستها واشترى لها هاتف نقال، أين تم رفع شكوى للمصالح القضائية. انتهت بطرد الأستاذ من عمله هذا الأخير. لقي تضامن كبير من طرف ملايين الناشطين على الفيسبوك، والذين طلبوا وزارة التربية بإعادة إدماجه في عمله عاجلا غير آجل.